نحاول ندير بتي فلوغ. انا مازال جديده في هادشي دونك مازال تهرب ديال الهضره، مازال ما نعرفش شنو نقول، مازال نبقى نتلاتم في الهضره، مي صبروا معايا. هاد لو فلوغ درتو باسكو سولتكم سو انستغرام، يوم تشوفوني سو انستغرام نخليها لكم هنايا. سولتكم في انستغرام كو غادا لمراكش واش تبغيوني ندير معاكم ندير لكم بتي فلوغ، قلتو لي وي. دونك كنحاول نبارطاجي معاكم شويه، واخا زعما انا بوغ مراكش كنت كنتسنى حتى ندير ان فلوغ اللي غنمشي نجرب فيه الماكله اللي كاينه في مراكش، في جامع الفنا ولا في كاين بزاف لي ريستورون شعبيين ولا زوينين اللي ديجا جربت وبغيت نبارطاجيهم سو يوتيوب. الوغ كو زعما هاد لو بتي سيجور غير الويكاند خدينا اول انكلوسيف، دونك ما غادي نبقى ناكل غير في الاوتيل، عرفت شغادي يطلع لكم في راسكم. مراكش كنت كنتسنى زعما نمشيو لي بلايص شعبيين، جامع الفنا جيل كي نمشي نعمل فلو متحسن، نديرو معقلتش عليه مي متحسن، عقل عليه فوجو كنمشي فيه نيشان. و البلايص لاخرين اللي كاينين في جامع الفنا داكشي شعبي زوين بنين، و هاد المرة غادي نديكو معايا غي هاد شي سيجور ديال الويكاند، على ما ان شاء الله درنا واحد اخر باش نكتشفو فيه لي ريستورون شعبي اللي كاينين في مراكش. اتو تالوغ. شحال زوين صباح الخير عليكم. هذا النهار التالي، اليوم غنحاول نصور معايا الفطور والغدا، الا خرجنا مشينا لاريل شوف لوكيل بعيد شويه زعما داكشي باش كيكون كان كتسمو حتى شي حاجه. الا خرجنا مشينا لاريل نديكم معايا، معرفتش واش كتسمع مزيان صراحه ولا لا. اختاريت انا الفطور ديالي اومليت فرماج بيج فرماج زيتيلات حليب زيت الخيار و انت بيج. ديما انا كنختار اومليت الفطور، المهم دائما 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 و اتاي ضروري اتاي ولا ليكوش. احسن حاجه في زوتي ديال اول انكلوسيف هي الراحه، كتاكل كتنعس، كتمشي حتى تاكل كترجع تنعس وكترتاح، كتبقى تاكل وتنعس تاكل وترتاح. كنجي ناكل عنده انايا هنايا في مراكش هو هذا.
معرفتش نقدر نصور ولا لا. معرفتش نصور الناس. الجو زوين واخا كان شويه البرد دابا في الصباح، مي مع ال 11 ونص هكاك كبدا الشمس زعما حاضره تيسير كلشي كيعوم. الصراحه ما زعمتش نعوم مع الحلاق، زعما يلا فاتوني ماشي اللي عاودهم اللي عاود يجيو نعاود ثاني. صراحه هاد الاوتيل زوين، الماكله عندهم بنينه وبعيد على مراكش، بعيد شي 20 دقيقة بالطوموبيل، ويعني الكال كيستعدي الطوموبيلات ولا شي حاجه. هنا كيتسالى الفلوق ديالنا ونتلقاكم ان شاء الله في فلوق جاي الى عجبكم هذا.